وعنا سما خيات هربينا سوا مزروع فوق ترابها وعجبه كل احبابها وبتضل عالي فوق صباح الخير ميسان. صباح الخير ليا. سعد صباحك. صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد إن شاء الله بيحمل معه كل الخير والحب والبركة والأرزاق الكتيرة والصحة لكل الناس. يعني ميسان عم نشوف هلأ وين ما رحنا وين ما قعدنا على الموبايل بالشغل حتى بالبيت كل الوقت وعلى التلفزيونات كل الوقت عم نحكي عن كورونا كورونا كورونا. صحيح. هي القصة أكيد معنا لعبة هي القصة أكيد ما نقف ملينا حاج تحكوا عن الكورونا لا هي القصة بدها شوية وعي بدها وعي أكتر شيء من الأمهات يعني عم نشوف الأولاد كيف عم يلعبوا بالطرقات الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة هي مشان نحن نقعد بالبيت مشان نحمي حالنا لأنه إذا ما حمينا وما خفنا على حالنا وخفنا على أولادنا وخفنا على بعض ممكن هذا الفيروس بعيد الشر والوباء أنه ينتشر عند كل الناس فلازم نكون أكثر وعي نخفف التجمعات ونقعد بالبيت حلوة القعدة بالبيت يعني بالضبط صح لك القعدة بالبيت لا يشو يا ريت يعني إحنا بنتمنى طبعا أكيد أنا بدي صبح على كل مشاهدينا ومثل ما قلتي ليا يعني بنقول لهم صباح العطلة اللي بنتمنى للطلاب والمدارس واهاليهم ان هم فعلا يتقيدوا فيها لهي العطلة ما اجت عن عبث وانما اجت لهدف هو حمايتنا وحماية صحتنا ما لازم نكون انانيين لانه ما المهم الشخص انه هو يحمي بس نفسه وانما وقت عم يقي نفسه عم يقي عائلته وكل الاشخاص يلي بيحبهم من هذا الفيروس لازم من اليوم نحن نتقيد بالاجراءات لازم نهتم بحالنا التعقيم النظافة وأيضا مثل ما قلتي خفف قدر المستطاع الخروج من المنزل وإنما فقط للضرورة القصوى إلا للناس يلي بدهم يتوجهوا أيضا لعملهم فهن في لهم الإجراءات السلامة المتبعة يعني لازم فعلا نحاول نضل بمنأى عن هذا المرض بس سايد لازم نضل وأهم شيء النظافة صح. يعني ما بتتطلب كتير مننا بتتطلب هو غسيل صابونة ونغسل كل الوقت يعني كلنا صار عنا شيء توسوسنا بشيء اسمه فيروس كورونا قد ما عم نسمع بكل دول العالم هذا الوباء كيف انتشر بسرعة أو بساعات قليلة كيف انتشر وصار بين الناس فيعني صابونة نغسل ايدينا منيح وبدي ذكر ليا أنه العطلة فينا نستثمرها بشيء داخل المنزل يعني في كتير طرق بنقدر نشوفها لولادنا نسليهم نعلمهم شوي كمان على الانضباط والقعدة بالبيت مو شي غلط مو دايما الواحد بيطلع برا البيت وهلأ جاي منخفض جاي منخفض؟ جاي منخفض اوكي مشان ما تقولوا الشمس طالعة ما الشمس مو طالعة خليكم بالبيت تمام يعني ميسان كتير نصائح عم نشوفها عبر شاشتنا وعبر الشاشات الثانية الوطنية أكيد من أجل صحة وسلامة المواطنين بس عن جد نتمنى أنه بس نخفف أولادنا شوية طلعاتهم وفوتاتهم يبقوا قاعدين بالبيت يعني وين ما عم نروح وين ما عم نجي أنا عم لاقي أولاد كل الوقت عم يلعبوا بالطابة وعم اتصالات مباشرة صح. مع الأطفال التانيين وللأسف في كتير من الكبار المقدرين صارت مسخرة عندهم كورونا صحيح. بشوف كتير من الفيديوهات ولكن خلينا نكون أكثر وعي بليز رجاء نترجاكم يعني إن شاء الله والأكل برا البيت كمان نحاول نخفف منه كمان هي من الأشياء المهمة ليا اليوم مواضيع عديدة معنا وأكيد صح. لفيروس كورونا حصة بصباحنا لليوم خلونا نتعرف شو معنا اليوم من فقرات بالمادة التالية فقرات صباحنا غير لليوم المعلم بين الماضي والحاضر ما سر السنوات والأشهر الكبيسة؟
كيف تقوي مناعة طفلك ضد الفيروسات؟ إتيكيت التعامل بين الناس. يعني ميسان، 9 سنين من الحرب الإرهابية على سوريا قدرنا نتغلب عليها، وإن شاء الله بوعينا رح نقدر نتغلب على أي وباء إن شاء الله. وإرادتنا القوية وخاصة عند المرأة السورية. فخلينا ننتقل لحلب ونشوف أعمال نسيجية وتجميلية ونحاسية وغيرها كانت مشاركة بفعاليات مهرجان المرأة المنتجة الرابع في ندوة الشهباء. خلينا نروح مع زميلنا أنس رمضان ونتعرف مع بعض ونشوف هالمعرض. وسط مشاركة 50 سيدة من نساء حلب انتهت فعاليات المهرجان الرابع للمرأة المنتجة في ندوة الشهباء. تنوعت مشاركاتهن بين أعمال نسيجية وتجميلية ونحاسية وغيرها من الأعمال اليدوية. هاي المشاركة كثير حلوة أكيد، وهي دعم للسيدة السورية أولا والحلبية خاصة. ويعني الأزمة خلت المرأة الحلبية بالذات طالع مواهب حلوة كثيرة كانت عندها وتساعد جوزها بكل شيء. المرأة خاصة هلا الدور عم يبين أكثر، لهيك هو كثير مهم. يعني بصمتها فعلا هي فعالة وفعلا منتجة، يعني وقت قالوا إنه بصمة المرأة المنتجة فعلا إنه هي بس حطت إيدها بشيء فعلا هيك عن جد منتجة، وما بكفي يوم للمرأة العالمي، يعني الأيام كلها لإلها. نحن هون عندنا كثير أشغال، يعني شغلنا عم نعمله لتساعد الصناعة الوطنية، يعني شوي ننهض شوي بهالبلد. هي المشاركة يمكن أنا بالنسبة لي الثانية بعد تحرير حلب، طبعا كثير مهمة، وخاصة ان العالم كثير كانت فرحانة، بدت تتحرك بسهولة وتشتري، كانت بالاول مرعوبة خايفة، فهي طبعا هي شغلة حلوة كثير ان بتحرك طبعا البلد، بتحرك الحركة، بتعمل حركة، اضافة اني بقعد بصير السيدات يتشجعوا اكثر يعرضوا منتجاتهم، كانوا يادوا بالبيت خايفين، هلا صار عندنا معارض اكثر، كل كام يوم كل جمعة في معارض، نشكر الله. نحن المعرض المنتج الوحيد اللي نصرف البضاعة، لأنه نحن ستات بيوت ما بنشتغل، ما عندنا محلات، والفترة وقت اللي بتصير معارض نشترك، ونحن الأشغال اليدوية بدها وقت طويل لنقدر يطلع شيء موديل حلو ونجدد كل مرة كل فترة نجدد الموديلات. حبينا نشارك بالمعرض ونعرض تشكيلة من الذهب وبمناسبة عيد الأم، هدايا لعيد الأم وتشكيلة واسعة. لقى المعرض إقبالاً كبيراً من أبناء حلب وسط حركة اقتصادية انعكست إيجاباً على ما قدم بأسعار منخفضة، مع العلم أن هذه الأعمال تستغرق وقتاً وجهداً كبيرين. من ريف حما رح نروح لدير الزور مع المسرح الزراعي يلي تأسس عام 1986 مع فرقة المسرح الزراعي والجوال التابع لدائرة الإرشاد بوزارة الزراعة، بهدف تقديم النصائح والإرشادات للفلاحين بأسلوب مسرحي تشويقي. تفاصيل أوفى مع إبراهيم الضلالي. تنفرد سوريا بأنها أول بلد عربي ظهر فيه المسرح الزراعي عندما تأسس عام 1986 المسرح الجوال التابع لدائرة الإرشاد في وزارة الزراعة، وذلك بهدف تقديم النصائح والإرشادات للفلاحين بأسلوب مسرحي تشويقي. وهو الهدف الذي أحيته فرقة المسرح الجوال عبر عرضها المسرحي التعريفي حول آلية زراعة القطن وحماية المحصول، وذلك في قاعة المحافظة في دير الزور.
يعد المسرح الزراعي هو تجربة رائدة على مستوى الوطن العربي. من خلال هذه التجربة أو هذه الطريقة ننقل رحنا رسائل إرشادية مهمة للإخوة الفلاحين بطريقة كثير سهلة ومفهومة لدى الإخوة الفلاحين، وهذا ما يساعد على تعميم الرسائل وزيادة الإنتاج الزراعي. مسرحنا هو إرشادي وعلمي، وفي شيء من الكوميديا والطرافة، والأغنية كمان مهمة بالنسبة لأعمالنا كلياتها، بحيث بنقدم المعلومات العلمية من خلال حتوتة مسرحية، ويمكن شفتوها هلا قبل شوي، هذا اللي مشتغل عليه دائما. دير الزور ما بعرف شو بدي احكي عن دير الزور، لانه الي ذكريات كبيره بدير الزور. انا صرت واحد من دير الزور. دير الزور باهاليها بعطائها بخيراتها ما تتقدر بجهد مثل هالجهد اللي قدمناه. العرض رائع جدا جدا جدا، وكنا دائما نقول انه نحن ابنائنا ابناء الريف وابناء الجزيره وابناء الداخل وابناء دير الزور تحديدا، اللي لنا ذكريات كثير فيها، انه دائما كان ياخذ العرض مننا بمحبه، يعني يستقبلنا بمحبه. هذا طبعا بيعطينا دفع كثير نحن لقدام لنقدم اكثر ما عنا. ان شاء الله يا ربي نرجع نجول بكل شبر من سوريا مثل ما كنا وافضل. العمل لاقى إقبالاً جماهيرياً كثيفاً لما حمله من رسائل إرشادية هامة ضمن قالب كوميدي ترافقه أغنية شعبية، ليكون خطوة تشجيعية توجيهية تسعى إلى إنعاش هذا المحصول الذي يعد مصدر دخل لغالبية سكان المحافظة. لا يعني الزيارات العائلية هي من عادات مجتمعنا، نحن محبين ونحب نزور بعضنا كثير ونحب نضل مع بعض. يعني اليوم هاي العادات الشرقية المستمرة والمصافحة، ولكن ضمن الظروف الحالية قد تكون هاي العادات ضارة بالمجتمع، لأن أسهل طريقة لنقل العدوى للأسف ليس فقط لشخص واحد وإنما لعدة أشخاص. فشو هي الوسائل وطرق الأصول المفروضة الممكن اتباعها بمثل هاي الظروف، سواء في الشارع أو في وسائط النقل أو العمل أو حتى العلاقات الاجتماعية؟ للكلام عن هالموضوع معنا أخصائي فن التعامل في الأزمات، الأستاذ نصر خضر. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. وصباحك وصباح الخير، إن شاء الله صباحك راقي وصباحك صحة وعافية. إن شاء الله يا رب. صباح الخير أستاذ نصر، وأهلا وسهلا فيك. يعني حديثنا وشغلنا الشاغل كورونا، كيف بدنا نعقم حالنا وإيدينا، وكيف بدنا نوقي حالنا من المصافحات ومن يمكن التبويس والأهلة والسهلة والزيارات الكثيرة. يعني مدة زمنية قصيرة بس لازم نحن نقعد بالبيت، والمضطر يطلع من البيت كيف لازم يتعامل مع الأشخاص يلي بيقابلون، إن كان قريب إن كان غريب، أو كيف فيه يتواصل مع أي حدا صار له زمان يمكن ما شافه؟ أكيد. صباحكم. أول شيء بدنا نفهم نحن فن التصرف الراقي الإتيكيت بالمعنى العام، هو هذا التصرف الراقي ولترك انطباع قوي لدى الآخرين. هذا الانطباع القوي لا يكون إلا من خلال أعطاء القيمة القصوى للإنسان، وبالتالي حضارة شعوب دائما من صحتها. الشعوب الراقية الشعوب اللي بتكون الصحة فيها كتير كتير منيحة، وإن شاء الله نحن من هذه الشعوب، لأنه مو بالضرورة التطور يكون حضاري، أما الصحة فهي حتما. بكل الحالات لازم نبدأ بالجانب الشخصي. جانب شخصي لازم نحن أول شيء نهتم بنظافتنا الشخصية بشكل مستمر، ونحن حتى بالتصرفات اللي بتكون بالأماكن بتكون 5 stars دائما نعتمد هذا الأسلوب المميز إلى أقصى درجة وأقصى حد، للحد من كل الأمراض أو العادات السيئة اللي ممكن تعطي هذا التأثير السلبي للآخر. أول شيء مثل ما قلنا النظافة الشخصية، الهندام النظيف، أيضا الحركات أو التعامل مع الذات. يعني أنا ما بيصير أبدا بوجود الآخرين عم بوجود الآخرين المس وشي، فرك عيوني او حط ايدي على شعري، او هالتصرفات هي ابدا ما لايقه على الاطلاق ولا يجوز استخدامها، خاصه هلا بوجود هذه الامراض، لانه هي بتنتقل اكثر شيء عن طريق الوجه. عدم لمس الوجه نهائيا، خاصه العيون، الانف، الفم، ابدا ما بيصير نحن نلمسهم، لانه هن الوسيله الوحيده لانتقال هذه العدوى.
بهذا الفيروس الخطير والخطير جدا اللي بيجوز البعض ما بيعطيه هذه الأهمية القصوى. الحالة الثانية هي حالة المصافحة أو السلام. أكيد المصافحة أو السلام يعني اللا حرب اللا عداوة حكما، فلما نمد إيدينا نحن عم نعطي الآخر انطباع أنه نحن في حالة محبة في حالة ألفة وما شابه، لكن بكل الحالات التأثير القوي يكون أكثر شيء ممكن المصافحة تعطي هذا الانطباع، جزء من هذا الانطباع ممكن الكلام يعطي جزء من هذا الانطباع، لكن تبقى الابتسامة هي اللي بتعطي الانطباع الأقوى، ممكن تتجاوز 55% من فن التأثير بحيث نقدر نستعيد عن المصافحة بالحالة الطارئة، لأنه هذه المصافحة مثل ما قلنا هي اللا عداوي، هي تعني اللا عداوي، لكن بكل الحالات يمكن أن نضطر إلى هذا الموضوع. إذا اضطرينا أن نصافح أحد طبعا لا نكون نحن المبتدئين بالمصافحة، ننتظر آخر، لكن لو حدا آخر سلم علي مد إيده يسلم علي أكيد أنا ما حتراجع، لكن ممكن أنا أطرح يعني أحكي كلام أنه لنتشارك سوية على أن المصافحة ليست ضرورية أحيانا، خاصة في الظروف الإثنائية، ولو بطريقة لكن بطريقة لبقة، وإذا حدث ذلك نحن ممكن بعد شوي نعقم إيدينا، لكن بدنا نراعي شعور الآخر أن لا يكون هذا الموضوع أمامه، يعني مشان ما يفهم أنا حرصا على سلامتك، حرصا لنتشارك هذه المعلومة أنه وجودك مهم، أنت شخص راقي، أنا ما بتمنى أخسرك، يعني بعطي هذه الأهمية القصوى، لما بعطي هذه الأهمية القصوى ممكن يبادلني هو بنفس الشعور. إذا نبدأ بالجانب الشخصي، لو أن كل شخص استخدم هذا الفن وهذا الإتيكيت بالتعامل مع الآخر لما وصلنا إلى هذا المستوى من الأمراض أو الانطباع الغير سوي. يعني اليوم نحن بمجتمع شرقي مثل ما ذكرت بالبداية، وفي ناس كتير يمكن تتحسس من هالموضوع، فشو هي الطريقة نحن أنه شو ممكن الكلام يلي نقدر نقوله بحيث أنه يلا ما رح نبوسك مثلا هالمرة لأنه الوضع صعب، نحن بحالة حرجة ما بصير، لازم نحمي حالنا، شو هي الطرق، شو هي طرق الكلام، شو هي طريقة التصرف بالجسد أيضا؟ تمام. هلأ بكل الحالات نحن ما بدنا نشعر الآخر أنه هو مرض أو ممكن هو ينقلنا المرض، مثل ما حكينا شوي بدنا نتبادل نحن دائما المعلومة، التبادل، يعني أنا أحافظ على من أجل سلامتك بالدرجة الأولى، يعني إعطاء الآخر القيمة القصوى. لا يجوز أنه والله أنا اللي عم تسلم علي ما بيصير سلم عليك وكذا لأنه في مرض ممكن تنقل لي، ابدا. نحن في ثقافه، هذه الثقافه طبعا نحن بنكون عم نتعامل مع اشخاص اخرين، من المهم ان يكونوا بيفهموا بهذا الموضوع. ايضا نحن لما بدنا نعمل هذا تشيك هاند او السلام باليد بدنا نفهم انه نحن الاخر ذو القيمه الاكبر هو اللي ممكن يبادر الى السلام، او اذا كانت ست أو سيدي هي من تبادر إلى السلام. لا يجوز أن أكون مبادرا، لا يجوز أبدا أن أكون مبادرا إلى السلام، لكن أنتظر من الآخر أنه إذا سلم أنا ممكن بأي طريقة أعمل هذه الحركة. نستخدم نحن أسلوب آخر ثقافي، منقول خلي السلام على مبدأ أصل اليابانيين، ممكن حركة ما بيصير هذا تشيك هاند، ما بيصير يعني حركة نرفع القبعة، ربما الانحناء قليلا، الابتسامة مثل ما حكينا، يعني بأي طريقة ما يفهم الآخر أنه هو وسيلة نقل عدوى، نحن شغلة كبيرة هو القيمة الأدنى، يعني هذا الكلام أبدا. إذا ولا بد صادفوا أشخاص، بس نحن أكيد منضل منرجع منطلب من كل الناس أنه هي الفترة وهي الإجراءات الوقائية يلي طرحتها الحكومة خلينا نحن نتبع فترة زمنية أكيد بسيطة، ولكن نرجع بنحكي إذا اضطر الأمر إلى مثلا زيارات، هلأ بنعرف عطلة وهيك الأولاد أكيد ما رح يضلوا بالبيت أكيد، لازم نطلع زيارات مثلا، أول ما نوصل عن بيت حدا خلع الحذاء خارج البيت
مثلا هي العادات هي ما بقاها كثير متداوله بين الناس، قديش كمان هي انه نستأذن منهم بخلع الحذاء، او هي مو عيب نستأذن عند دخولنا انه نفوت نغسل ايدينا بالمي والصابون، وبعدين اذا بدنا نسلم على امنا على التيتا او على اي حدا نسلم عليهم بحراره مثل ما نحن بنحب، ولكن نحن نعقم حالنا لانه جايين من الخارج. كيف هي الطرق الصحيحه للاستئذان لحتى نكسر هذا الحاجز بيننا وبين العالم اللي رايحين لعنده؟ تمام. هلا الالتزام بالبيت ضروري جدا، الالتزام قدر المستطاع او بالحد الاقصى من الالتزام بالجزء بالبيت. لكن هناك ظروف خاصه قد يعني انه تخلينا نروح نزور اصدقاء اهل لاسباب معينه. التعامل خطير خاصه مع كبار السن والاطفال، خطير جدا لانه مناعتهم بتكون ضعيفه جدا، مناعتهم ضعيفه جدا، وبالتالي بدي اول شيء قدر المستطاع ما اخذ اطفال معي الا للضروره القصوى مثل ما قلنا، واذا اخذتهم لازم انا احطهم بمكان معين. تمام. ايضا تكون زياره كثير 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 مقتضبه، موضوع التبويس والعناق وما شابه ابدا ما هو مقبول على الاطلاق. بدنا نتحمل كلياتنا، لما بنفوت على بيت بدنا نراعي ايضا انه في هذا البيت قد يكون هناك اطفال او اشخاص مرضى او كبار بالسن او الناس لا يجوز ان انقل لهم اي مرض، وبالتالي لما انا بحافظ على نظافتي الشخصيه وبعتذر منهم، انا اسف يعني لما بلبس ثياب كثير نظيفه حكما ما بلبس ثياب صار لابسها غير مره، بلبسها نظيفه لما بدي اعمل هاي الزياره، بوصل على مكان اسف كثير لازم الشوز يكون كثير كثير نظيف ممكن يشلحوا برا، لما انا بروح بغسل ايضا بيشعر الاخر بالارتياح، بيشعروا بالارتياح، لانه نحن مثل ما قلنا هو وضع مؤقت، هذا الوضع المؤقت، نحن إذا استمرينا بالمحافظة على قواعد الصحة والسلامة ما بنوصل لمرحلة المرض، وبالتالي ينتهي هذا الوباء، ينتهي هذا الوباء، وبالتالي كن حافظنا على صحتنا، لأنه بالنتيجة التعامل مع الناس إعطاء قيمة مثل ما قلنا، المحافظة على حياة الآخر بإعطاء الأهمية القصوى، يعني ما يفهم أنه نحن جايين لعنده نحن المهمين وهو لا لا ما له قيمة أبدا، قيمته هو الأفضل وقيمته من قيمتنا، ونتشارك هذه الثقافة دائما. يعني ممكن يكون في شخص لا مبالي جاي لعندي زيارة وأنا حسيت هي اللامبالاة تبعه، كيف أنا ممكن أطلب منه هون؟ شو هي الطريقة اللي ممكن أطلب منه؟ شو بقول له؟ شو العبارة لحتى يغسل إيده؟ أكيد ما فيني أقول له والله مثلا أنا ممكن تقوم تغسل إيده، خاصة إذا في طفل بالبيت. تماما، إذا في طفل بالبيت. تمام. هلا بكل الحالات نحن الشخص اللامبالي يعني التعامل بالاتيكيت معه صعب قليلا، لكن بكل الاحوال انا ممكن اطرح فكره انه انا ما بحب اجلد ذاتي اكيد او حط عبال، لكن ممكن اقول له انا بخاف انقل لك المرض، وبالتالي بتمنى ما تسلم علي لانه من شوي كنت عم اشتغل شغله صغيره مثلا، ممكن انا اكون ايدي او ممكن نعمل هيك ايدينا مستحيل يعني او ايدينا في طريقه معينه بيفهمها هو على مستواه الفكري، بيفهمها بطريقه انه اهم شيء ما يصير هذا العمل. نعم. بكل الحالات يعني ممكن ناخذها بطريقه مزح، ممكن طريقه سلام مقتبسه، ممكن باي شيء ما يفهم، لكن بكل الحالات التعامل بإتيكيت مع هدول الاشخاص صعب قليلا، فنحن قدر المستطاع بنتجنبهم. هو تجنب هذا اللقاء هؤلاء الناس افضل من انه انا حط يعني. هلا يمكن استاذ نصر صار يتقبل السيره، صاروا يتقبلوا اكثر هدول القصص، وصرنا نحن نتقبل يعني وين ما رحنا عم نحكي كورونا تعقيم أكيد. قصص لازم كمان نحط ببالنا، ولكن بنهايه لقائنا خليني اطرح شيء عم شوفه دائما هو الاستهزاء بالاخر. عم نشوف كثير ناس يعني انا حدا منهم يمكن بحط كفوف بلبس كمامه، انا كل يوم بطلع من البيت، طيب انه في ناس عم تطلع فيك وتضحك، في اولاد صغار عم يضحكوا، في استهزاء بهذا الموضوع. خلينا نحكي كيف الطرق الصحيحة لحتى نحن نعبر عن أنه أرجوكم كونوا أكثر وعي. طبعا مثل ما قلنا أول شيء الثقافة، هالثقافة يعني هذا الوباء ما هو قليل أبدا، يغزو العالم، الدول المتطورة كتير كتير عانت، نحن كأناس شرقيين نحن عنا حضارة، هذه الحضارة أكيد جاي عن ممارسات أو علوم كانت سابقة نحن طبقناها بشكل حضاري. نعم. بكل الحالات أول شغلة لازم نعملها مثل ما قلتي حضرتك، وسائل التواصل ما بدنا نتأثر فيها كثير خاصة إذا كانت سلبية.
أخذ المعلومة من جهات المعنية وبكافة مقوماتها والالتزام بها تماما، لأنه في جهات متخصصة بهذا الموضوع هي بتعرف حجم هذا الوباء، أضرار هذا الوباء. قولا واحدا صحتي مهم كتير، يعني وجودي مهم كتير. أنا لما بدي أتعامل بلا مبالاة وباستهزاء مع هذا الموضوع، أنا أعطي ذاك الانطباع أني شخص جاهل. هذا جهل، أنا أرى أنه جهل تماما، يجب إعطاؤه الحد الأقصى، لأنه هو التأثير ما بيكون علي لحالي، بيكون تأثير على الآخر أيضا. وهذا الآخر قد يكون شخص مسؤول عن أسرة، مسؤول عن بيئة معينة، عن حياة اجتماعية معينة، وبالتالي وجوده مهم كما أن وجودي مهم. وبالنتيجة هؤلاء الناس من يدفعون الثمن دائما، ما بيصير هني يدفعوا الثمن ولا يدفعون هذا الثمن. ما لازم نكون أنانيين أبدا بالتعامل. شكرا كثير لك أستاذ نصر للمعلومات اللي قدمت لنا إياها لليوم. الله يعطيك العافية. شكرا كثير لك، وإن شاء الله الخير والسلامة والوقاية الدائمة لكل الناس. شكرا كثير لك. يعني ليا، ضمن الإجراءات المتبعة للحد والوقاية من فيروس كورونا بجامعة البعث بحمص كان في إجراءات للنظافة والتعقيم، رح نروح لنشوفها بالمادة التالية مع أسامة ديوب. ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، بدأت جامعة البعث أعمال تعقيم لمدينة الباسل الجامعية بحمص، وتشمل الوحدات السكنية والمباني والمرافق، مع تكثيف حملات التنظيف وتعقيم دورية للوحدات وجميع المرافق الخدمية. جامعة البعث ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل منع انتشار فيروس الكورونا، بدأت منذ الصباح الباكر في المدينة الجامعية، حيث يقوم ورش العاملين في الجامعة بالإجراءات التعقيم في مباني المدينة الجامعية، وشددت الجامعة على هذا الإجراء أيضا في مباني الكليات المختلفة ومبنى الإدارة المركزية. بالنسبة لأبنائنا الطالبين، معظمهم غادروا لكون تم تعليق الدروس خلال هذه الفترة، وقامت الجامعة بالطلب من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البعث بتحميل المحاضرات على مواقع الكليات من أجل أن يستفيد أبنائنا الطلبي خلال فترة التعليق الدراسي. قامت مدينة الشهيد باسل الأسد بكافة الإجراءات والتحضير للمواد التعقيم، وبشرنا اليوم صباحا بكافة كوادر المدينة من مهندسين وعمال بالبدء بالتعقيم مباشرة، ومن باب الحرص على صحة طلابنا وبالتوجيهات طبعا من رئاسة الجامعة، فقد باشرنا اليوم بإجراءات تعقيم من الحمامات والمرافق العامة في كل وحدة سكنية، إضافة إلى الممرات وبشكل خاص إلى الأدراج والدرابزونات، حيث يتم استخدام الدرابزون بشكل كثيف. فكل الإجراءات المطلوبة لقد قامت إدارة المدينة الجامعية بإجراءها، وقمنا بعملية تعقيم، وإن عملية التعقيم هذه ستستمر مدة 3 أيام، وبعد ذلك سوف يتم التعقيم بشكل دوري حرصا على صحة أبنائنا الطلبة. يجون عنا المدينة الجامعية مشان أن يعقموا لنا السكن الوحدات، وحرصا علينا وعلى سلامتنا مشان الأمراض والفيروسات ما تنتشر فينا، وبتمنى من الكل أنه يتبع هذه الوسائل، وكمان أنه يعني الكل يأخذ احتياطات، ودائما نبلش بحملات تعقيم وأي شيء، يعني حتى إن كان بالبيت أو غير البيت، أو كان بالسكن أو غير سكن جامعي، وهذا الشيء لسلامتنا وحرصا مشان من تعرض لأي أذى أو أي مرض أو أي شيء بينتشر لنا. تعمل جامعة البعث في حمص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الوقاية للحماية من فيروس كورونا، وتستمر عمليات التعقيم للسكن الجامعي لمدة 3 أيام، مع استمرارها بشكل دوري ونشر الوعي لأهمية النظافة والطرق الصحيحة للحد من انتقال فيروس كورونا المستجد.
بيقولوا انه الاعمار يلي بتتاثر بالامراض المنتشره والفيروسات هي اكثر من غيرها عند كبار السن والاطفال بسبب قله المناعه. شو هي الطرق الافضل لحتى نقوي مناعتنا ولحتى نتصدى لاي وباء او اي فيروس ولحتى نكون اكثر وعي للوقايه من اي اصابات وخاصه الفيروسات المستجده؟ رح نحكي ورح نناقش هذا الموضوع وكل التساؤلات يلي عم نطرحها بيننا وبين حالنا عن الاولاد خاصه مع الدكتور ظافر سلامه اخصائي اطفال. صباح الخير دكتور. صباح النور. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور. دكتور يمكن كل الامهات هن الاكثر قلقا حاليا والمفروض يمكن يكونوا اكثر قلقا. قديش اليوم نحن شفنا كثير دراسات وابحاث تشير الى انه مناعه الطفل هي قويه وقادره على مواجهه الامراض وخصيصا مرض امراض الاطفال وخصيصا كورونا المستجد. خلينا نتعرف اكثر عن هالمعلومات ان كانت صحيحه او مغلوطه. هلا اكيد نحن الاطفال عندهم قدره على مقاومه الامراض الفيروسيه كثير اكثر من الكبار. جسمهم بيتحمل فيروسات بقوه اكثر من الكبار، بس بغض النظر عن قدرتهم على التحمل فهني عندنا مشكلتين مع الاطفال. اول شيء نحن مشكله الاختلاط الشديد عند الطفل، فهو ناقل كثير مهم للفيروس وهذا خطر على المجتمع بحد ذاته. الشيء الثاني يعني انتانات التنفسيه عند الاطفال هي مختلفه الاشكال والالوان ولها اختلاطات كبيره كبيره على بعض الاطفال، خصوصا اللي عندهم اضطرابات مناعيه، اللي عندهم مشاكل تحسسيه عند الاطفال، فلازم نكون حذرين على اطفالنا اكيد. يعني ضمن هيك مشكله عالميه واقعه بالدنيا كلها مو بس عندنا بسوريا. يعني الحمد لله بسوريا لهلا ما في يعني ما اثبتوا انه في اصابات، بس بغض النظر نحن بمحيط كله اصابات. نعم دكتور، يعني صار عندنا نوع من الوسواس انه لازم نحن كثير نعقم، لازم كثير نهتم، ولكن في اعراض يعني هي بالتحديد بتحدد انه هذا كورونا، مو اذا الواحد انه اذا طفل عطس او اذا سعل او اذا شوي عنده حراره او نزلوا لوزاته او اي شيء، هل هذا الشيء يعني بيتطلب مننا انه نحن نزيد من الاجراءات حتى الوقائيه، او شو هي الاعراض يلي بتميز كورونا عن الانفلونزا العادي؟ هلا نحكي شغله، هو الكورونا هو فيروس اوكي انفلونزا نظامي تاجي مثل اي فيروس بهالدنيا موجود. هلا مشكلته اختلاطاته كثير كبيره عن الكبار، نحن ما بنحكي عن الاطفال بهيك قصه. فالفكره انه هو بيجي باعراض نفسها اعراض الفيروسات العاديه عند الاطفال، ممكن يبدا برشح، بس رشحه جاف الاغلب، سعالته جافه مو منتجه، ممكن تجي حراره كثير عاليه، وهن عام، كثير اعراضه الهضميه اقل من الفيروسات الثانيه، الفيروسات الثانيه اعراضها الهضميه كثير اكثر منه بنشوفها. نحن عم نحكي طبعا عن الاطفال، عند الكبار الموضوع بيختلف لانه في شيء حديث عن الكبار بيختلف. فنحن حتى الاعراض الهضميه هي اقل من الفيروسات الموسميه. المشكل نحن اللي وقعنا فيه نحن انه بموسم الامراض لنقول الانفلونزا الموسميه تبع السنه، فنحن هلا بهيك وضع نحن كثير صعب نقدر نميز بين فيروس كورونا والفيروس العادي. فنحن المفروض انه اذا قبلنا صار في قريب، صار في علامات رشح عند الطفل بغض النظر هو كورونا ولا غير كورونا، انه على الاقل نحن وقايه للمجتمع اللي حوالينا، وقايه لمحيطنا، لنعتبر نحن حالنا. يعني الام اللي ابنها مريض تتوقع انه ابن جارتها مريض وبدها تحافظ على ابنها، المفروض احتراما للمحيط والمجتمع انه هالطفل اللي مريض اعزله شوي عن باقي الاولاد، اتركه بالبيت فتره معينه، ممكن عقم وراه شوي صغير مشان ما ينعدوا اخواته على الاقل، والخوف الاكبر على الكبار اللي موجودين بالبيت. نعم. فنحن القصه انه عند الاطفال اعراض كثير اقل من اعراض الكبار. نعم. في دراسات كثيره كانت عم تظهر بهالكم يوم، منها قالت انه الاطفال ما بينصابوا، منها قالت انه لا صار في اصابات لعدد من الاطفال ولكن شفوا، وفي كمان دراسات بتقول انه 0.2 هن فقط يلي صار في حاله وفيات بالعالم من الاطفال. وكان في اخر خبر عن طفل رضيع تونسي صابوا هذا الفيروس. فخلينا نوضح للعالم انه فعلا لازم يكون اولادهم بمنقع عن الخطر بانهم يديروا بالهم عليهم، خصيصا بفتره انه فينا نقعد فيها بالبيت، قديش القعده بالبيت بتقدر انه صدقا تحمينا من هذا المرض. هلا اول شيء نحكي شغله عند الاطفال، نحن اول شيء دراسات اللي موجوده هلا بالعالم اكثر دراسه هي يعني اثبتت مصداقيتها هي الدراسات الصينيه، فنحن الاصابات بالصين في طفل عمره 6 شهور اثبتوا اصابته نظامي وكان ناقل بامتياز. فالاصابات موجوده عند الاطفال مثلها مثل الكبار، نحن نسبتهم 10 15% بالصين اثناء الجائحه اللي كانت بالصين اللي هن سيطروا عليها.
فكان في 10-15 أطفال مصابين، فهني نسبة عادية من نسبة المجتمع كله على بعضه. صحيح. طبعا احنا عم نحكي بمعلش بس هني بالصين بذكروا أطفال تحت 20 سنة، يعني احنا ما عم نحكي 20 سنة. تمام. فنسبة الوفيات أقل شيء كانت ومراهقين، يعني أطفال ومراهقين. تمام. هني بالنسبة لهم تحت 20 سنة نسبة الوفيات كانت 2% مزبوط، يعني 2 بالألف. طبعا كتير قليلة الوفيات، كانت الوفيات أغلبها بين 10-20 سنة، كانت اغلب الوفيات او كل الوفيات عند الاطفال كان عنده مشكله مزمنه مرافقه للاصابه، امراض ثانيه يعني مثل القصورات الكلويه، افات القلب او شيء ثاني. فنحن اكيد اثبتوها. هلا المشكله عند الاطفال، هلا هون بنوقع بمشكله اكثر من الكبار، هي مشكله الاطفال انه هن بيحملوا الفيروس فتره اطول من الكبار. الاطفال بنقلوا عن طريق البراز، عن طريق اللعاب. حتى الطفل اللي صابه 6 شهور، يعني انا امبارح يعني حصريا كنت عم اقرا الدراسه تبعه، فانه ضل 3 أسابيع بالبراز موجود الفيروس حي عنده للطفل. هذا اللي كان عمره 6 شهور اللي كان مصاب طبعا. ففكره العزل الطفل هي فكره، يعني انت عم تحمي مجتمعك، عم تحمي بيتك، عم تحمي ابوك وامك وخالتك وعمتك وستك، ما انك عم تحمي بس ابنك. فنحن عزل الطفل بالبيت مؤقتا اثناء الاصابه هي شغله، يعني حتى خارج الاصابه طالما في وباء ماني مضطر انا اعرض ابني لاصابه، بعدين هالطفل يحمل هالفيروس يجيب لي اياه على البيت، نعلق بمشكله بالبيت من وراء انه هالكم يوم مثل هالدنيا كلها مثل هالارض ما انا عازله حدا، نقدر نعزل اولادنا شوي عن المحيط تبعنا. دكتور، كثير عم نشوف بعض الامهات قاعدين اولادهم بالبيت، ولكن خلينا نحكي عن طرق يمكن عم يستخدموها من اجل حمايه الطفل. الكحول الطبي عم يبخخوا له للطفل، هل هذا الشيء بيأذي له الانف، بيأذي له قصباته؟ التعقيم الزايد كمان ممكن ياثر على الطفل، وشو هي الطريقه الصحيحه لحتى الطفل او الام او الطفل؟ لازم اثنيناتهم اكيد هن مرتبطين ببعض، وطبعا عم نحكي ما تحت ال5 سنوات لكل الامهات، كيف فيها تحمي حالها وتحمي ابنها بقلب البيت ايضا؟ هلا هو يعني اول شيء انت ضمن البيت اذا ما عندك حدا مريض تقوي مناعتها مشان تنقلها للطفل، خاصه اول شيء نحن فكره انه اذا ما عندنا حدا مريض بالبيت فنحن بيتنا شبه محمي. شيء ثاني الغسيل مي والصابون، غسل تنظيف للولد فينا غسيل مي وصابون؟ فيك تغسل مي وصابون، شو مشكلة؟ أكثر شيء بستعمله ده المفروض تعلمي ابنك أصلا. أوكي. في كورونا ولا ما في كورونا، ابنك عم يروح على المدرسة، تعلمي أنه قبل ما تفوت على الحمام مثلا، قبل ما تاكل تغسل إيديك، بعد ما تفوت على الحمام تغسل إيديك، مفروض يتعلم الطفل يستعمل الصابون نظامي. يعني فهني أكثر شيء بيوقي هي المي وصابون، غسيل نظافة، يعني ما بدأ أكثر من هيك. أصلا أنت عايش ببيت، فبيتك هو جزيرة، منه هو الفالت على الدنيا كلها على بعضها. فإذا أنت عقمتي يعني غسلتي بالمي والصابون ونظفتي بيتك شوي صغير، إذا حدا يعني فات من برات البيت ممكن يعقم إيديه بشوية كحول، ممكن يعقم مثلا البوط، لأنه بتعرفي أكثر شيء بنقول نحن عنا هي الأجسام الصلبة. أصلا هو فيروس كورونا وزنه ثقيل فما بنتشر بقوة لبعيد، بس بيوقع على الأرض كثير، ممكن تحمليه أول ما يفوت على البيت يغير أواعي اللي جاي فيهم من برا، يشلح بوطه ويفوت على البيت. الكحول ما بيأذي بكميات قليلة، بس عندنا مشكلة في ناس عم تستعمل المواد الكلور بالبيت، فلاشات، هاي المواد اللي واخذه. طيب نحن بسوريا نحن 20% من او 22% من اطفال سوريا يعني عندهم حساسيه. صح. فانت عم توقي ابنك من فيروس هو منه موجود ببيتك، عم تعلي مشاكل تحسسيه وسعله وتشنج عصبات، وممكن توصلي لالتهاب اذن وسطى وتحتاج تعطي له التهاب ضمن الحدود المعقوله. يعني نحن اكثر شيء بصراحه بالدنيا بيعقم هي المي والصابون، يعني اكثر شيء بالدنيا بيوقي هو المي والصابون، واكثر شيء يفضل انه يضل الطفل قاعد يعني بالبيت هو وامه بالبيت. يعني هي ايام معنا كثير طويله، يعني لازم انه الطفل شوي يضل بالبيت، الام تخفف انه تسمح له يطلع. يعني هو انا استغربت شغله يلعب مع او يندمج مع اطفال هو تانية. انا استغربت شغله انه يعني احنا وقفوا المدارس بسوريا، عطلوا هون مشان تعود العالم ببيوتها، مشان نحد من انتشار الفيروس اذا اجى على البلد. ان شاء الله ما بيجي يعني طبعا بالنهايه. هلا الاكيد انه لهاللحظه ما في حالات، ف الغريب انه بتطلعي على السوق، بتروحي على الجناين، بتروحي على الحدائق، بتلاقي العالم منتشرين. طيب انت عكس، يعني هو المطلوب هو حمايه مجتمعيه، انت مجتمع كامل، يعني انت ضمن مجتمع، فهالمجتمع كله بدك تحميه، تحمي محيطك كله على بعضه. فالقعده بالبيت معلش هي الفتره المؤقته، في كثير شغلات ممكن نعلمها لاولادنا. في صار هلا اللي عندهم مدارس عم نشوف مثلا على التربويه السوريه مثلا عم يحطوا برامج تعليميه، يقعدوا يحضروا الاطفال، معلش يعلميهم يتعلموا، قريهم درسيهم،
كثير العاب ممكن تسويها بالبيت، كثير تمارين رياضه بالبيت، كله ممكن يصير بالبيت. نعم. هي فتره مؤقته يعني، بس الواحد انت عم تحمي مجتمع كامل يعني. يعني انا مستغرب هالقصه انه انت مجتمعك كله عم تحميه وما قدراني تحطي اولادك تحميهم ببيت. انا عم اذكر كلمه انه هو شخص اناني بهالوقت يلي صدقا بيطلع برا المنزل لبلا هدف، اذا ما عنده شغل واذا ما عنده عمل وبيطالع اطفاله، لانه هو ما عم يفكر بالمجتمع، عم يفكر بس بحاله، حتى ما عم يفكر بحاله. اكيد امبارح بفرنسا عملوا حظر تجول نظامي، يعني هلا ممنوع تطلع بفرنسا. انا امبارح كنت عم احكي مع اصدقائي بفرنسا، يعني ممنوع الا بده يكون معك تصريح، مع انه هو طبيب بالمناسبه، انه بده يكون معك تصريح لتمشي بالشارع. انت عم تحمي مجتمعك كله. نعم. مجتمع كامل يعني، بجوز لا سمح الله انت تطلعي تحملي هالفيروس، تجيبي عندك حدا كبير بالعمر بالبيت. وطبعا هو اكيد عزيز، احنا كل شيء قلنا هو عزيز علينا، يعني ابونا ولا امنا ولا ستنا كلهم عزيزين علينا. تنقلوا هالفيروس اذا لا سمح الله اجى على البلد، وبالنهايه انت عم تاذي شخص بتعزيه كثير، يعني ما تخيلي، والكارثه تخيليها بدها تصير بعدين. نعم. دكتور، في طرق كثيرة يمكن للوقاية، من النظافة والتعقيم والعزل يلي حكينا عنه والجلوس في منازلنا بهالفترة، لكن أيضا للتغذية حصة كبيرة. خلينا نحكي شوي بموضوع الغذاء الصحي للطفل والأغذية يلي هي ممكن ترفع مناعة أطفالنا. هلا أكيد أول شيء نحكي شغلة، نحن الجسم السليم له قدرة على المقاومة هائلة جدا، يعني إذا جسمك سليم بنيانه سليم فبيقاوم. هلا اغلب الوفيات او الحقيقه ما في غير وفيات اللي عندهم مشاكل بجسمهم ضعيفين، فتغذيه الطفل، عدد ساعات النوم الكافي للطفل، هذا كله بيحفز له جسمه، بيقوي له جسمه، بده يقاوم الفيروس. اما طالما ابنك ما عم ينام عدد ساعات كافي، تغذيته فاشله، فهذا بده يؤدي لهالشيء. في كثير اغذيه بتعزز مناعه الجسم، هي الخضره والفواكه اللي فيها فيتامين سي بكميات عاليه جدا، لنقول العسل اذا متوفر كمان بيقوي مناعه الجسم، مثل العكبر اللي عم نستعمله صرنا. يا اخي طالما عسل عندك بيعطي طاقه، بيعطي مناعه. نظام غذائي متوازن، الابتعاد عن الاغذيه المحضره خارجيا لسببين. اول سبب لانه هي اصلا بتعرف التحضير الخارجي مشاكله كثير كبيره. الشيء الثاني ما بنعرف فين محضره وشو عنده اصابات، يعني كمان هي شغله كثير مهمه. عم تلاقي الاولاد ماشيين ماسكين اكلات ثلاث ارباعها مكشوف، الحمد لله انه الصحه والمحافظه عم يحاربوا هالشيء، بس بغض النظر يعني انت كمان عم شو الاكل اللي عم تجيبيه، منين مصدره، مين بيشتغل فيه، مين معبي لك اياه، شلون مغلف لك اياه، كله هذا بيلعب دور. فحافظي على تغذيه متوازنه بدون المنزل، ولك شلون جسمك بيقوى وجسم اولادك بيقوى، مقاومتهم بتقوى، بشرتهم بتصير نضره اكثر. يعني التغذيه سوريا غنيه بالخضار والفواكه اللي هلا موسمها، يعني هلا موسمها يعني تماما. هلا هلا موسم. دكتور، بالختام بدنا اكيد نرجع نذكر ونطلب من الناس وخاصه الامهات، رجاء خلوا اولادكم بالبيت هي الفتره، خلوكم شوي بيتوتيين، ما تطلعوهم برات البيت، وخاصه اذا طفل عنده مراجعه للطبيب كمان بدنا نتمنى من الاطباء انه يحطوا مواعيد، ومن الام انها تلتزم بالمواعيد مشان يكون قليل التجمعات بعياده الطبيب اذا لازم الامر. نشكرك كثير دكتور، اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. شكرا كثير لك دكتور وللمعلومات اللي قدمت لنا اياها اليوم، وصدقا نتمنى من كل الناس انه هن يتقيدوا بهي التعليمات. ليا اكيد ميسان، خلينا نروح الى حمص، ففي اطار الى حلب عفوا، ففي اطار الاجراءات الاحترازيه للوقايه من فيروس كورونا ومن ضمن تعليمات الحكومه ووزاره الصحه، تتابع مديريه صحه حلب سلسله اجراءات للتصدي للفيروس. خلينا نروح ونتابع سوا هالتقرير. في اطار الاجراءات الاحترازيه للتصدي لفيروس كورونا المستجد، نفذت مديرية الصحة في حلب سلسلة من الإجراءات الاحترازية من خلال افتتاح نقاط فحص طبية في المطار ونقاط فحص في بعض المعابر الحدودية بالمناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة. بالنسبة لأهم إجراءات اللي ننصح فيها الأخوة المواطنين بالنسبة للوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام وبالموضوع الكورونا، هي أهم وسيلة وأبسط شيء هو الغسيل اليدين المتكرر بالماء والصابون. في ناس عم تقول معقمات ومطهرات، ما في داعي، نحن بنقول بنطمن من انه بيكفي الماء والصابون نغسل ايدينا بشكل صحيح، يعني لا يقل عن 30 ثانيه، وبعد ما بكل اذا اضطرينا لنصافح حدا، اذا كنا بالسوق، اذا كنا بمكان مزدحم،
ما نحط ايدنا على وجهنا، على العين، على الانف، على الفم، حتى ما اذا كان في التهاب او عدوى تنفسيه او من اي شخص نحن نوقي نفسنا. نحن كاجراءات ضبط عدوى طبيعي جدا في امور التعقيم ما بتتقبل الحلول الوسط، فانت اما بتطبق نظام تعقيم وضبط عدوى متكامل او ما فيك تطبقه بشكل، فلذلك نحن مضطرين او بشكل اساسي كاجراءات وقائيه يكون عندك نظام التعقيم متكامل، اجراءات ضبط عدوى متكامله، حتى تضمن انت في حال لو كان الاحتمال ضعيف او نادر او محدود او غير موجود انت بالسليم وبالامان بشكل كامل وعامل نظام حمايه مجتمعي كامل. مديرية الصحة في حلب تتابع إجراءاتها الاحترازية من خلال تجهيز غرف عزل في مشفى الرازي لاستقبال أي حالة مشتبهة، والتي يتم التأكد منها عبر التحاليل والمسحات التي ترسل لمخابر الوزارة. نؤكد على الأخوة المواطنين ضرورة الالتزام بقواعد الصحة العامة، النظافة الشخصية، مثل ما ذكرنا الماء والصابون غير مكلفين ومتوفرين عند الجميع، نطلب منهم غسل الأيادي بشكل متكرر، عدم لمس الوجه أو الأنف أو العينين باليدين إلا بعد التأكد من غسيلهم. نحن اليوم عم نقوم بأعمال احترازية لتجنب هاي الأمراض وتجنب العدوى من مرض كورونا. المشفى لحد الآن ما راجعنا ولا حالة مثبتة بهالأمراض. تعمل المديرية على تعزيز الوعي الصحي من خلال رسائل التوعية الصحية، سواء ما يخص الطواقم الطبية والفنية العاملة أو التي تخص المواطنين، واتباع قواعد الصحة العامة والنظافة الشخصية. يعني ميسان وصلنا لفقرتنا التالية، فبعد أيام عم تحتفل سوريا بعيد المعلم، إن شاء الله بينعاد على كل معلمي سوريا بألف خير يا رب. المعلم دائما صاحب المسؤولية ودائما عنده فرحة لا توصف بنجاح الطلاب، وأكيد عنده الحزن لا يوصف بفشل الطلاب، وخاصة خلينا نحكي هلأ مع إيقاف المدارس، ويمكن دائما ما منلاقي المعلمين عم يتواصلوا بشكل دائم مع طلابهم عتلانين همهم لحتى يبقوا بالبيت، لحتى يضلوا يمكن يعني بقلب البيوت. خلينا نحكي أكثر عن المعلم وعن دوره بالمجتمع مع الدكتور رامي الضلي، مدير التعليم الأساسي في وزارة التربية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا، يسعد دكتور. صباحك وكل عام وأنت بخير. وأنتم بألف خير. يسعد صباحك دكتور وكل عام وأنتم بألف خير، وكل معلمين سوريا بألف خير. يمكن المعلم هذا الشخص اللي له فضل على كل واحد فينا، ما حدا أكيد وصل لأي مرحلة بحياته إلا وكان العديد والكثير من المعلمين قد مروا بحياته وأثروا فيه. اليوم له قيمة يمكن معنوية، عيد المعلم كتير كبيرة، شو هي قيمته المعنوية؟ طبعا قبل كل شيء عيد المعلم يصادفه في الخميس الثالث من كل شهر في آذار في كل عام. طبعا الخميس هذا اللي هو بعد يومين راح يكون الاحتفالية بعيد المعلم، ولكن على طريقة مختلفة. الحدث هو الهام الآن اللي في متناول حديث الكل في الشارع أو في البيوت أو غيرها، هو الحديث عن موضوع مرض الكورونا. فكيف نتعامل الآن نحن في عيد المعلم؟ عيد المعلم احتفالية مقدسة، ومكانة المعلم كبيرة في المجتمع منذ الأزل وحتى اليوم. مثل ما تفضلتي، المعلم هو من رب كل الأجيال، فكيف بنا لا نقف إجلال واحترام لهذا المعلم اللي هو رب الجميع؟ يعني هو من أنشأ الطبيب إلى المهندس إلى آخره. والمعلمين الآن في احتفاليتهم لهذا العام، أول شيء نقولهم كل عام وأنتم بألف خير، نتمنى لهم التوفيق ودوام النجاح. فزملائنا ومعلمينا خاصة اللي في الميدان اللي في كل المدارس على امتداد أنحاء بلدنا الحبيب لهم دور كبير في احتفالية عيدهم. العام هذا نحتفل على طريقتين. الطريقة الأولى هي بعد سواعد الجيش العربي السوري تحريرها لكل شبر في أراضي الجمهورية العربية السورية وتنظيفها من رجس الإرهاب، يدخل فورا دور المعلم. فبعد تحرير كل شبر يدخل التعليم ومجال التربية في هذا الميدان، حيث نبدأ بتجهيز المدارس ونحتفل بإعادة هذه المدارس، فهنا احتفالية كبيرة. الجانب الثاني، كيف نتعامل ونحن الآن في مرحلة تعليق دوام
لعيد المعلم. أقول الاحتفالية هي الطريقة الثانية اللي راح أتحدث عنها. الاحتفال في كل معلم ببيته، فهذا العام لنحمي سوريا بأن نحتفل كلنا كمعلمين كل في بيته طبعا، والتقدير على الهاتف والمباركات والمعايدات وغيرها هي في كل الأحوال. فهاتين الطريقتين هي اللي راح نحتفل فيها في هذا العام، ونعايد ونبارك لكل زملائنا المعلمين. صلى بكل خير يا رب لكل المعلمين، ويمكن أحلى هدية وأحلى عيد هي الوقاية والصحة لأبنائنا ولأطفالنا. نعم. أكيد دكتور رامي، خلينا نحكي يعني دائما الأطفال المعلم هو مثلهم الأعلى. نعم. كلمته المسموعة. نعم. بيتأثروا فيه بشكل كتير كبير اليوم. صحيح. هو القدوة. تماما هو القدوة. اليوم مثل ما ذكرت حضرتك المدارس معلقة للحد يمكن، والوقاية أكثر وللتصدي لوباء كورونا. نعم. دور المعلم اليوم في التواصل مع الأهل، في توعية الأهل، في توعية الأبناء، وخاصة إذا شاف الأولاد يمكن عم يقضوا وهي العطلة باللعب والتجمعات. نعم. بين بعضهم، شو هي الرسائل يلي بتوجهها لكل أهل ولكل طفل هلأ عم يشوفك؟ أشكرك على هذا السؤال، ونغتنم هذه الفرصة بهذا اللقاء حتى نوه وننبه إلى مسألة هامة. هذه المسألة تتعلق في مرحلة تعليق الدوام، وكما تفضلت المعلم هو القدوة. القدوة تبدأ من نفسها بالالتزام في المنزل. فنحن نحتفل كما قلنا بأن نبقى بالمنزل. طيب الجانب الأهم هو كيف نساعد التلاميذ وطلابنا على إيصال المعلومة لهم كمادة علمية حتى نعوض الفاقد التعليمي لهم، حتى وإن كان في عندنا عيد معلم أو غيرها أو غيرها، فنحن نحتفل بأن نوصل هذه المادة العلمية وتلك المعلومات إلى طلابنا. الحقيقة قامت وزارة التربية بتوجيه كريم من وزير التربية والبدء بافتتاح نقاط تعليمية هي موجودة مسبقا ولكن تفعيلها الآن على مدار الساعة. الجانب الأول هو الفضائية التربوية، حيث تقوم ببث الدروس التعليمية للوحدات التدريسية لكل صف خلال الأسبوعين اللي تم فيها تعليق الدوام. الجانب الثاني يتعلق هذا الجانب بالمنصة التربوية، والمنصة التربوية. صحيح. في مركز تطوير المناهج على مدار الساعة، وفيها أخصائيين وتتقبل طرح الأسئلة والإجابة للاستفسارات على كل الاستفسارات اللي تطرح من قبل الطلاب. أيضا لدينا جانب آخر، في عندنا منصة تربوية أيضا لدمشق تم تفعيلها ودمجها في الموقع مع زملائنا للمنصة التربوية لمركز تطوير المناهج. نضيف عليها مسألة أخرى، كل المعلمين يعني الآن في طريقة تواصل مباشرة مع الأهل، وهذا واقع. يعني أنا عندي معلم على سبيل المثال في أي مدرسة من مدارس القطر العربي السوري الحبيب، لديه 30 طالب 40 طالب إلى آخره، في إمكانية التواصل بشكل مباشر، وكثير من معلمين، لا أقول الجميع لكن أقول كثير منه، عم يتبع طريقه، عم يجري مجموعات للأهالي من خلال أرقام أولياء الأمور اللي يتم معها التواصل، وخاصة نعم وخاصة الأمهات على الواتس، ويبلغهم بكل حالة وجديدة. وهذا الأمر صار الجانب التقني الرقمي أو التكنولوجيا الرقمية أدخلت وأدمجت مع التعليم. استثمرناها مو لتضييع الوقت، هي للاستفادة بشكل إيجابي. للاستفادة. نعم. والنقطة الأخرى الهامة، وزارة التربية أيضا وجهت في مناهجها دائما للحث للسعي إلى أن نوجه الطالب نحو التكنولوجيا الحديثة. فليس من الضروري عندما تمسك ابنك وتشوفه والله هو ماسك موبايل أو عم يقلب فيه في صفحات، لا، هو ليس من الضرورة يكون عم يضيع وقت أو عم يتواصل مع زملائه. بس نحن اللي لازم نوجهه للطريقة الصحيحة اللي هو دور الأهالي وأيضا دور المعلمين، دائما بدنا هذه الطريقة. وبالتالي إيصال التكنولوجيا الرقمية للتعامل مع الطلاب والتواصل معهم ساعدتنا بصراحة، هي مساعدة الآن، عامل مساهم بتسخيرها بالشكل الصحيح. نعم. خلينا نرجع شوي نحكي على الدروس. ذكرت لنا أنه في عبر التربوية تعويض فاقد تعليمي. نعم. التعويض الفاقد التعليمي، كيف آلية التعويض لمرحلة التعليم الأساسي كيف رح تكون؟ نعم. رح تكون عبر ساعات معينة، كل لكل مادة إلى ساعات معينة، كم ساعة باليوم؟
نعم أشكرك. الآن التعويض لهذا الفاقد التعليمي خلال فترة الأسبوعين اللي تم فيها تعليق الدوام راح يتم على الشكل التالي. الجانب الأول أثناء العطلة من خلال التواصل الإلكتروني، يعني قلنا المنصة التربوية، الفضائية التربوية، وفي عندنا موقع التعليم المتمازج المودل، وهذه المواقع الثلاث تعمل بشكل فعال، وفي عندنا خصص لها ساعات تحديدا للتعليم الأساسي لشهادة التاسع ولشهادة الثالث الثانوي بكل فروعها، البكالوريا العلمي، البكالوريا الأدبي، والثانويات المهنية. هذه الدروس أيضا بشكل متواصل بحيث تغطي الوحدتين هاي، وبالتالي عندنا فترة تعويض فاقد تعليمي عن بعد، فترة تعليم عن بعد. طبعا مفتوح حتى مجال الأسئلة بالكتابة وممكن حتى بالاتصال الهاتفي، ولدينا مجموعة من الخبراء المتواصلين بشكل مباشر من خلال هواتفهم النقالة ويجيبه في كل مكان. نعم. إضافة إلى مسألة أخرى، ما بعد العطلة، ما بعد عفوا تعليق الدوام، عندنا تعويض للفاقد التعليمي بحيث يتم تكثيف الدروس، ووجه السيد الوزير بأن يكون هنالك تعويض في كل يوم لحصتين بعد اختصار 5 دقائق من كل حصة، وبالتالي نعم يصير في عندي فترة زمنية كافية لإضافة حصة، نضيف حصة واحدة فقط، ما نقدر أكثر من حصتين لأنه في عندنا مدارس ذات نظام فوجين. يساعدنا الآن الوضع على أن نمد الدوام، أن فترة غروب الشمس تكون طويلة، نعم النهار قد أصبح فترة أطول، وبالتالي هذا التعويض للفاقد التعليمي خلال الأسبوعين هو تعويض على أرض الواقع لما يفقده خلال فترة تعليق الدوام، وإن شاء الله بهالشقين، هذا الجانب التعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدوام، وما بعد الدوام أيضا تعويض. دكتور رامي احنا كثير بدنا نشكرك وبدنا نتمنى لك كل سنه وانت سالم، لك ولكل المعلمين بسوريا، كل معلمين الغوالي في كل الميدان بكل اختصاصاته صحيح يلي عم تقدموه. نعم. وحتى يمكن باي وقت انتم جاهزين لتلبيه طلبات وتساؤلات الطلاب، هنالك خطوط مفتوحه وساخنه وجهت فيها. نعم. وزاره التربيه. نعم. الى كل الطلاب. نعم للكل، لكل الجميع، لكل الاختصاصيين سواء معلمين او توجيه اختصاصي او غيره في كل المحافظات. وبدنا نرجع نذكر خلونا بالبيت لحتى نحمي حالنا، ومن اجل سلامتنا وسلامه الاخرين، ولاجل سوريا قبل كل شيء، ولاجل سوريا. نعم. اكيد امنا الكبير. شكرا كثير لك دكتور. شكرا كثير لك دكتور. اما هلا ليا صار وقت انه نروح لغرفه الاخبار ونتعرف على اخر الاخبار على الساحه السياسيه العربيه والعالميه مع زميلتنا ليمونه صالح. يسعد صباحك ليمونه. صباحك في الميسان وليا. اذا مشاهدينا موجز بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. خرجت محطة تحويل كهرباء ناحية تل تمر بريف محافظة الحسكة الغربي من الخدمة نتيجة استهداف الخطوط الكهربائية المغذية لها من قبل العدوان التركي. وذكر مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عقلة أن العدوان التركي استهدف خط 66 كيلو فولت المغذي للمحطة، وذلك في منطقة أم الكيف التابعة لريف ناحية تل تمر، ما أدى إلى خروجها من الخدمة وحرمان الأهالي من التيار الكهربائي، مبينا أن ورشات الصيانة ستعمل على صيانة الشبكة الكهربائية وإعادتها إلى الخدمة بأقرب وقت ممكن. أعلنت وزارة الصحة أن المخبر المرجعي بالوزارة الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد أجرى تحليلا ل 103 عينات لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا حتى اليوم، وأن نتائجها كانت سلبية. وضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس تقوم وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة الصحة بتعقيم الطائرات القادمة والمغادرة في مطار دمشق الدولي، وكذلك تعقيم البوابات المؤدية إلى الطائرة، إضافة للفحص الحراري للمسافرين. طلبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية باتخاذ التدابير الوقائية لحماية الأسرى الفلسطينيين من فيروس كورونا، وبالإفراج الفوري عن المرضى وكبار السن والأطفال. وأوضحت الهيئة في بيان أن هناك
تقصيرا متعمد وواضح من قبل سلطات الاحتلال في اتخاذ التدابير الوقائية من فيروس كورونا تجاه الأسرى في معتقلاتهم، حيث ترفض تزويدهم بوسائل الوقاية والسلامة العامة كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم. إلى خبرنا الأخير، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنه تم وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ونائبه في الحجر الصحي بسبب الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا. ونقلت رويترز عن البنتاغون قوله إنه تم وضع الوزير ونائبه في الحجر الصحي بعد إصابة 37 من موظفي الوزارة بفيروس كورونا. وأكدت الولايات المتحدة إصابة أكثر من 2900 حالة ونحو 60 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ في البلاد. انتهى الموجز مشاهدينا، أما هلأ معكم وبرفقتكم نرجع على صباحنا غير لمتابعة باقي فقرات هذا البرنامج. إذا رجعنا لكم صبايا، شكرا لك ليمونة. أما هلأ مشاهدينا رجعنا لفقرتنا الأخيرة. يعني ليا، يعتقد الكثير من الناس أنه هناك طاقة للأسماء والأرقام وحتى للأشهر، شو مدى صحة هذا الكلام؟ وفعلا هي الطاقة بتأثر على الإنسان وتصرفاته وطباعه وحتى على الكون بأكمله. شو صحة هذا الكلام؟ اليوم رح نتعرف عليه مع خبيرة الطاقة سمر عمراني. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباحك صباح الخير ليا. صباح الخير، كيف صباح الخير مدام سمر، أهلا وسهلا فيك. يعني نحن هلا يعني عم نحكي وشغلنا الشاغل الوباء المنتشر عالميا وهو الكورونا، ويعني ضمن الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه هي اغلاق المدارس الجامعات المعاهد والتخفيف من ساعات الدوام في العمل. لهيك البيت هو والوقايه والنظافه المكان هو الأساسي المكان الاساسي. خلينا نحكي طيب اول شيء قبل ما نوصل كيف فينا، بس كيف فينا نحن وقت نقعد بالبيت ما نمل، كيف فينا نغير من الطاقة نجذب الطاقة الإيجابية؟ هلا شوفي، كل إنسان مرتبط بالكون برقم، لذلك أنت أول شغلة بدك تعرفي شو رقمك بالحياة. أوكي. يعني من مواليدك بتعرفي رقمك، لذلك أنت مرتبطة بالكون بتناغم وانسجام بالأرقام. أوكي. والأرقام إلى حركة حلزون، يعني بتدور دائما من الأسفل إلى الأعلى، يعني بشكل دائري تنزل هيك تزول. مثلا أنا بدي رسمت لك المربع، الأرقام الكون كلها تضمن هذا المربع. بدنا نحط الأرقام نحن السنوية ونشوف انه ليش انصبنا بهيك مرض، وين كان الرقم هذا الشهر. هلا عمليا السنه الرقم 2 هون، عندنا رقم 4 هون، عندنا الرقم 9، عندنا الرقم 8، عندنا الرقم الموجود هون 7، عندنا الرقم الموجود بال 3، عندنا 6، عندنا 5، عندنا 1. مبيني على الكاميرا شوي عليكم الارقام. عمليا عملنا فتل بداية السنة، كانت الأرقام دائما هي كون الطاقة رقم 7 بداية الرقم، يعني معناته نحن أي رقم دخلنا فيه السنة هو رقمه 7. بعد 7 بيجينا شهر 1 بنحول الرقم نشباط، نحن شباط يجينا رقم 8، خلصنا من رقم 8. جينا على الشهر الثاني رقم صار 7، جينا على الشهر الثالث نحن بالرقم 6، ارتبطنا برقم 6 بهذا المرض الكورونا. شو هو؟ هو طاقة الرئة، طاقة التنفس، لذلك طاقة السماء. لذلك أنا بنصح أكثر شيء هلا عمليا ليخلص الشهر، لو 21 شهر بده ينتقل الرقم بصير 6 بدها تصير 5، يعني بتقلب. نحن دائما بنفتل هذا المربع. عمليا رقم 5 هو رقم ترابي، احنا حاكيين بالحلقات السابقه مين الارقام الترابيه، مين هي المعدن، مين الشجر، مين النار. لذلك هلا احنا حندخل برقم 5 هو رقم ترابي. مجرد احنا دخلنا بهذا الرقم الترابي معناته احنا طفينا لهذا المرض، خففنا منه. عرفتي شو؟ من 21 شهر رح تتفاجئوا انه رح يخف المرض. بس عمليا ليش هو كثير منتشر هلا؟ لانه رقم 6 هو طاقه النفس اللي موجود بالعناصر الانف 9 6 3. لذلك شوفي هلا هم مرتبطين بالنفس. خلص النفس دخلنا بالتراب معناته احنا خف المرض. نعم. مثل ما ذكرت ليا، خلينا نرجع لموضوع اخر اللي هو طاقه المنزل. ايه لحالك احنا وقت دخلت لك بالارقام عشان كل واحد يعرف شو رقمه. عمليا مثلا رقم 9 وين متواجد؟ يمكن مو كل الناس بتقدر اكيد تعرف شو رقمها. هلا اللي متابعني على صوت الشباب، متابعني على صوت في عالم متابعين نسبه كبيره بيعرفوا الارقام. نعم. مثلا عندك هلا الرقم اللي نحن متحكم فينا هو رقم 6 طاقه النفس، اللي انا رح ارجع اعمل الارقام تبع الشهر هي
رقم 6، عندنا هون رقم 3، عندنا الرقم هون اللي هلا 7، عندنا 6 هون، 6 5 هون، الواحد هون 8 3، عندنا الاخر شيء 2 هو بالشهرة. مثلا انا رقمي نفترض انا شو رقمي، رقمي بالحياة 5، مجرد الشهر القادم رح يصير رقم 5 هو الاساس التراب، معناته بنكتر من اكل اللي فيه حبوب وحنطة اول شيء مشان البيت يتكامل كثير، يعني بعدوا لي عن اكل الاجبان والالبان، الاجبان والالبان هي بتساعد على زياده مشاكل التنفس، والكورونا كثير بتلاحظي انه هي بالنفس، معناته انت شو عملتي؟ زودتيها، رفعتي من قيمتها، لذلك دوري على الاكل اللي هو عناصره ترابيه، مثلا القمح، الشعير، الخضار. لذلك هلا بالبيت لازم الواحد يقعد بالبيت يكتر الخضره حواليه وياكل خضره، مو ياكل لي بقى اجبان والبان ويركض لي على البولات ولاحق لي الاجبان والبان انه على اساس أسرع. هي عم تزيد من عمليه الضغط على التنفس لانه نحن موجودين برقم 6. نعم مدام سمر، خلينا نحكي وقت بنقعد بالبيت بيقولوا حطي عرق اخضر، حط البيت بغير لك شوي نفسيتك. هلا عم نشوف الاولاد معطلين وقاعدين بالبيت ونحن لازم نلتزم بالبيت ضمن الاجراءات ويعني كثير منيح عشان نحمي حالنا ونحمي المجتمع كامل، فنحن كيف فينا نخفف من الملل والضجيج عند الأطفال؟ كيف فينا كمان نحن كست بيت أو كعائلة أنه نكون أكثر ألفة بقعدتنا بالبيت وما نعصب على بعض كثير؟ كونا سنة الموسيقى السنة، الموسيقى كثير مساعدة لهالقصة، ما بتقدر تهدي موسيقى أو عرق أخضر، عرق أخضر. هلأ العناصر الخمسة هن بالبيت شو هن؟ عندك عرق الأخضر، عندك عنصر النار، الشمعة بتطفي، إذا عندك حدا رقمه 9 بالبيت تحطي له شمعة. عندك مثلا عنصر التراب بتحطي بالبيت الاشياء اللي فيها فخار او تراب او زريعات، يعني انت هلا مثلا عندنا مثال البامبو، خمس عناصر موجوده فيه بالبيت، يعني اي حدا لازم يجيب بامبو على البيت. هلا عدد 3 بجمع الفه البيت، يعني رقم 3 بالبيت بالصالون ولا بغرفه النوم؟ بغرفه البامبو ما بينحط بغرفه النوم، دائما الخضار دائما بالصالون. هلا اذا كانت 3 عناصر يعني 3 عروق، انت جمعتي عمليا رقم 3 و3 هو للعائله، لذلك انت ضبيتي العائله بثلاث عروق. بتجيبي بتلفيهم بالشريطه الحمراء مشان تحطي عنصر النار معهم. بتكوني هون انت دخلتي المي، ما عاد عندك ناقصك شيء. شوفي انا وراي في سمك هلا، كثير بنبسط انا بس اجي لعندكم انه عم تعطوني طاقه الشمال، هي طاقه الوفره وطاقه المال بالشمال. لذلك هلا يكتروا قعده بالبيت بغرف، مثلا مين عندنا اكثر شيء هلا رقم 7 لازم يقعد دائما بنص البيت بالصالون. شوفوا بالبيت مين رقمه 7، هن البكالوريات اكثريتهم رقمهم 7، هلا يقعدوا بنص البيت. اذا قعدوا بالصالون ما تزعلوا منهم، اذا شفتون عم يتحركوا بالصالون لا تزعلوا. هون مشكله الام بقى هي بدها تنتبه على اولادها شو ارقام اولادها. هي اعطيناهم نحن رقم 7 للبكالوريات. الواحد بيلحق طاقته، بيحس حاله لك انه مرتاح بمكان معين، بس انا والله انا برتاح على هي الكنبايه، بيقولوا ليش هلا؟ بس انت كل سنه بدك تغيري مكانك. هلا مثلا عندنا رقم 9 السنة اتجاهه للغرب، معناته هو لازم يكون وجهه على الغرب، طاقة الوفرة عنده بالغرب. بدك مثلا 7 رقمه بالمنتصف بده يقعد بنص البيت. عندك مثلا 5 بالشرق، يعني ما غير ديكور البيت. لو ما غيرتي ديكورات البيت بتغيري اشياء بسيطة. نعم. يعني ما انا عم اقول لك روح جيبي عفش، لا اكيد قصدي نغير وتغيري بطريقة الشغل. اذا غيرتي الكرسي اتجاهه انت كأنك عملتي حركة. نعم. بالبيت وعملتي حركة حلزون بالبيت. مدام سمر كمان لطاقة الالوان بالبيت بتعطي راحة، كيف فينا نحن نهدي اولادنا ونخليهم يحبوا البيت اكثر بالالوان؟ شو هي الالوان؟ هلا الالوان اكثر شيء لانه نحن متاثرين بالرقم المعدن معناته سماوي. هلا السماوي انا بنصح دغري على السريع لازم مدام يكون انه على النظر اللون ولا النظر فينا نظر باللبس ونظر بالنظر. هلا انا بساعدهم بشغله بكاسه مي، اسهل شغله انه هي شفافه وبتاخذ على البياض. الطالب او بالبيت وين ما كانوا عم يتحركوا حطوا لهم كاسه مي. الطاقه وقت عم تتحرك مشان يكون في ذبذبات ايجابيه، وين راحت السلبيه؟ راح تنزل بكاسه المي. تمام. لذلك كاسه المي ضروريه على اليمين موجوده دائما على كل طاوله طالب. يعني حتى هني عم يتحركوا حطوا لهم كاسه مي بس ما يوقعوا يوسخوا البيت. لا. اهم شيء انه يكون في يعني هدوء هدوء هدوء، مرحلة بس بسيطة ورح نعديها. شغلة 21 الشهر القادم الشمس بتجي على برج الحمل، رح نرتاح كتير، بيكون دخل فصل الربيع. احنا عناصر احنا 4 ربيع خريف شتاء. شوفي المرض فات فينا بالبداية الخريف، لاحظتوا بالنفس، لذلك احنا عم تحسي نفسنا عم ينقطع. لا تكتروا، لا تاكلوا جبنة ولبنة بهي الفترة، خففوها كتير، كتروا خضار.
مشان يكون في حركة سريعة لأنه هذا المرض ما ينتشر. يعني كل واحد بيقدر من حاله يبلش. من حاله ليا. من حاله طبعا. وصدقا هي القعدة بالبيت ما أنا إلا هالطاقة السلبية، بالعكس لا طاقة إيجابية علينا. وكتير الزنجبيل بهاي المرحلة بيفيد. لقلك ليش الزنجبيل؟ الزنجبيل مرتبط بعنصر الحر مع الستة والسبعة، لذلك عملية التحفيز للطاقة مشان ما تضل واقفة وراكدة الزنجبيل بحركة. يعني الزنجبيل للطاقة وأيضا للمناعة. للطاقة وللحركة وللمناعة. من أكثر الأمور يلي كتروا زنجبيل بهي الفترة. يعني هلا هو عمليا مو إنه بيقتل الجرثومة الزنجبيل، بس بيحرك الطاقة ما بيخليها راكدة. نحن شو أمراضنا؟ الركود هو اللي بيعطي إزعاج. لأعطيكي مثال، مثلا رقم المي رقم الواحد هو ماء، ما بصير تخليه بالبيت واقف، لازم يتحرك. لذلك إذا أنت وقفتي المي بالتراب مثلا بتقولي جبلتيه ضغطتي عليه مثلا مثل رقمك انت واحد، بيجي عنصر التراب لك بيزعجك. انت شو بدك دائما؟ بدك شجر حتى تسقيها، عرفتي شو؟ لذلك احنا عملية حركة دورانية بالكون دائما، كل 9 ساعات بتتحرك، كل 9 شهور بتتحرك، كل شهر بتتحرك، كل 9 سنين بتتحرك. رجعنا فتلنا نحن على 9 سنين اللي هلا نحن مثل 2011. نعم. خلينا بما انه حكينا من شوي عن الزنجبيل وقد ايه مهم لصحتنا ولطاقتنا بهي الفتره، تمام، وتطرقنا للخضار والفواكه اللي سوريا دائما بتشتهر، وهلا موسم الخضار كثير، عم نشوف دائما اللون الاقدر هلا موسمه يعني طبعًا. بالاكل دخلنا رح نفوت بفصل الربيع لانه صح. خلينا يعني الهندبه والسلق وهدول القصص دائما كمان فيهم كثير فيتامينز مهم للجسم. خلينا نحكي طاقه الاكل اللي لونه اخضر لونه احمر، بتروحي على رقمك. أوكي. مثلا عندك 9 جزر ومز، عندك مثلا 5 و2 و8 تراب، بيروحوا هذول لطاقه البنكرياس وطاقه الحلو، بتروحي على القرع وعلى الملفوف وعلى الجزر، كل شيء مدور. عندك 6 و7 كونه طاقه البان واجبان وبياض، نحن منعناهم هلا يخفوا لانه نحن عم ياثر علينا هذا العنصر المعدن. اجينا على طاقه المي، الملح مثلا لانه بدك تضعفي الكلاوي، حرام تكتري ملح بتخففي ملح لان الدنيا شتاء. عندنا بيضل عندنا الشجر 3 و4 اللي هن طاقه الخضره اللي هلا عم نشوفها، هلا نحن دخلنا فيها اللي هي طاقه الفجر دائما. لذلك بنشوف الخضار هلا عم ياثر علينا، لذلك كتروا خضره مثل ما قلنا وكتروا حبوب. حبوب لانه دائما بنجي للمنتصف، لانه انت وقت تاكلي القمح مثلا قشره معه انت عملتي دخلتي للمنتصف، اكلتي الشعير كمان للمنتصف، يعني عمليا السلبي هو بالاعلى الايجابي من تحت، انت جمعتيهم مع بعضهم عملتي اختلاط بين الانثى والذكر، معناته انت صرتي متوازنه، دخل جسمك شيء قلوي ما نوح حمضي. يعني علم الطاقه هو علم واسع كثير، في كثير اشخاص كبير. يمكن صدقان بيمشوا بحياتهم بعلوم الطاقه وبيامنوا فيها. انا بمشي بعلوم الطاقه، في عالم اكيد ما بتامن فيها يعني، بس نحن بنعلم هلا هو مانو تنجيم، مانو تنجيم ولا هو سحر. هلا اذا قلت لك بدك تنامي المساء انا مثلا، معناته انا عم نجم لك، معروفه تحصيل حاصل انه المساء بصير طاقه ليل، بدك تنامي اكيد هي طاقة نهار، هي طاقة صعود. لذلك هذا علم متكامل، يعني نحن مرتبطين فيه بذرات بالكون، يعني تصوري انه ذرة الخشب، ذرة النحاس، ذرة المعادن، عندك الانسان انه ذرات هو الالكترون والالكترون، مرتبطين ببعضهم بيتحولوا. هالتحولات هي عشنا فيها بالحياة، تحولنا لعاطفة لصحة لكل شيء موجودين بالحياة. انت بالانسان مربع، شايف هذا المربع رسمت لك اياه؟ انت مربع بهذا شكرا الكون. كثير لك مدام سمر وللمعلومات، يا ريت هيك الوقت يكون اكثر حتى نقدر نشرح اكثر. اكيد. شكرا كثير لك مدام سمر عمران، اهلا وسهلا فيك، شرفتينا. وبدنا نرجع نقول بختام حلقتنا وفقراتنا لليوم، كنا مركزين كثير والاعلام السوري دائما مركز على وباء كورونا، خلونا نحمي حالنا، نحمي اولادنا، خلونا نكون اكثر واعيين ونكون بالبيت نريح هالكم يوم لحتى يعني هيك نأمن على حياتنا وعلى سلامة الآخرين. كتروا من الخضار والفواكه، الفيتامين سي، غسلوا إيديكم كتير منيح، نظافة هي أهم شيء. بدي أتشكر الكل وأتمنى الخير والسلامة، وخلوا عطلتكم بالبيت. برجع بذكر لكل الأولاد اللي عم يسمعونا، خليكم بالبيت، ما تطلعوا برات البيت. لا أخذ دور المعلم، أنا عندي دور المديرة بالمشاريع.
رح اطلع من الكاميرا على المخرج تخرج ليا اليوم بليز ما تطلع من البيت يا اولاد يا حلوين خليكم قاعدين بالبيت ليا لانه صدقا انا من الاشخاص امبارح بحكم عملنا نحن قلت امبارح على الفيسبوك انه بنضطر ننزل على الشوارع لانه عندنا شغل فشفت العديد من الامهات يلي معهم اولادهم وماشيين بالشارع ان كانوا عم ياكلوا بسندويشاتهم ما بعرف هن من البيت من خارج البيت ولكن يمكن هذا الشيء حسيت جواتي بانه لا نحن لازم نكون اوعى من هيك ما لازم ناكل من برا صدقا ما رح نخسر شيء اذا قعدنا بالبيت هالكم يوم فينا نقعد مع اولادنا يمكن اصلا كلياتنا مقصرين مع اولادنا ليا وما عم نعطيهم من وقتنا لانه كلياتنا عاملين وكلياتنا عم يروحوا اولادنا على المدارس يا دوب بنقعد معهم هالساعتين لا خلينا نستثمر هالوقت لنقعد معهم نفهمهم وكثير نعيش معهم اجواء حلوه لاطفالنا ونحمي حالنا بالنهايه شكرا كثير لكم مشاهدينا ولمتابعتكم لنا من نلتقي بكرة بحلقة جديدة إلى اللقاء باي باي